بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في درس اليوم عن أحكام الفطر في رمضان وفق المذهب المالكي. نسأل الله عز وجل النفع والقبول، فأقول وبالله التوفيق. يترتب على الإفطار في رمضان أمور، منها أولا ما يوجب القضاء والكفارة ويلزمان في حالة واحدة، وهي تعمد الفطر في رمضان فقط اختيارا بدون مبيح شرعي قاصدا انتهاك حرمة الشرع. ولتعمد الفطر في رمضان صور، منها أولا الأكل والشرب عمدا بتعمد إيصال مفطر مائع أو جامد إلى المعدة عن طريق الفم فقط، لأنه لو وصل عن طريق الأنف أو العين أو الأذن ففيه القضاء فقط. ثانيا الجماع عمدا بمجرد الإيلاج دون الإنزال، أو إخراج المني عمدا بمباشرة أو غيرها، أو بإدامة فكر أو نظر أو قبلة، لأن ذلك في معنى الجماع. ثالثا رفض الصائم نية صيامه نهارا أو ليلا واستمر حتى طلع الفجر، لأن نية إبطال الصوم في الأثناء معتبرة. رابعا التأويل البعيد، وهو ظن إباحة الفطر مستندا إلى أمر موهوم غير محقق. ومن أمثلة ذلك من كان عادته الحمى في يوم فأفطر قبل أن تنزل به، ومن عادتها الحيض فأفطرت قبل حصوله، سواء حاضت بعد أن تفطر أم لم تحض. خامسا تعمد إخراج القيء أو ابتلاع شيء منه بعد التحكم فيه عمدا أو غلبة لا نسيانا. ففي جميع ما تقدم وما أشبهه يجب القضاء والكفارة. ونشير إلى بعض المسائل المتعلقة بالكفارة الكبرى، منها من وجبت عليه الكفارة فله أن يكفر بواحدة من ثلاثة أشياء على التخيير: إما إطعام 60 مسكينا مدة لكل واحد منهم من غالب قوت البلد من غير زيادة ولا نقصان، ويكون الإطعام للمحتاجين ممن لا تجب على المكفر نفقتهم كزوجته ووالديه، أو صيام 2 شهر متتابعين من الأشهر القمرية ويجب فيها التتابع. فمن شرع في صيام الكفارة ثم حدث له عذر شرعي منعه من متابعة الصوم كمرض أو حيض، فإنه يبني على الأيام التي صامها عند زوال العذر. أما إذا أفطر بغير عذر شرعي فإنه يستأنف صوم 2 شهر من جديد. وأخيرا عتق رقبة بشرط أن تكون مؤمنة. والكفارة تتعدد بتعدد الأيام، ولا تتعدد بتعدد الفعل الواحد في اليوم. فإذا تعمد الصائم الأكل ثم جامع في نفس اليوم فجميع ذلك لا يقتضي إلا كفارة واحدة. وتجدر الإشارة أنه من أكره زوجته على الوطئ في رمضان كفر عنها وجوبا، إما بالإطعام أو بالعتق دون الصوم، لأن الصيام عبادة بدنية لا تقبل النيابة، وبذلك تجب على المكره كفارتان: كفارة عنه وكفارة عنها لأنه أكرهها، أما الزوجة فتقضي فقط لأنها مكرهة. وأيضا من انتهك حرمة رمضان وهو صحيح
فحدث له عذر موجز للفطر كالمرض والسفر، فعليه القضاء والكفارة. ثانيا، ما يوجب القضاء فقط، وهو قضاء يوم بدل يوم الإفطار، ويجب على من أفطر غير قاصد انتهاك حرمة الشهر. ومن أمثلة ذلك من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، من أكرهه غيره بأكل أو شرب أو جماع، ما وصل إلى الحلق من غير الفم كالأذن أو العين أو الأنف، كما لو اكتحل نهار رمضان فوصل إلى حلقه، ومن غلبه القيء فرجع منه شيء إلى حلقه، من أكل شاكا في الفجر أو أفطر شاكا في الغروب، من أفطر متأولا تأويلا قريبا مستندا إلى أمر محقق موجود. ومن أمثلة ذلك من قدم من سفره فظن إباحة الفطر فأفطر، من أصابته جنابة فظن إباحة الفطر فأفطر، والمتأول القريب لا كفارة عليه إلا إذا علم حرمة الفعل الذي ارتكبه أو شك فيه، فحينئذ تجب عليه الكفارة. كذلك إذا شكت الحائض أو النفساء هل كان طهرها بعد الفجر أو قبله، فعليها قضاء ذلك اليوم. من التد في نهار رمضان بسبب مقدمات الجماع فأمدى، ففي جميع ما تقدم يجب القضاء في صيام رمضان مع الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر. من كان له عذر مبيح للفطر كالمرض العارض أو السفر أو موجب له كالحيض والنفاس، فيجب القضاء عند زوال العذر. من أغمي عليه قبل الفجر وبقي على إغمائه جل يومه أو كله، وأخيرا من أفطر في صوم التطوع عامدا أو سافر وهو متطوع فأفطر لسفره، فعليه القضاء. ثالثا، ما يوجب الفدية. والفدية أو الكفارة الصغرى ما يدفعه العاجز عن صيام رمضان إطعاما للمساكين بعدد أيام الإفطار. ومن ذلك المفرط في قضاء رمضان حتى دخل آخر أو رمضانات كثيرة، فعليه القضاء مع الفدية وجوبا لتفريطه. المرأة المرضع عليها القضاء مع الفدية وجوبا، لأن الرضاعة لا تعتبر مرضا حقيقيا. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم والمريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، يستحب لهم إخراج الفدية عن كل يوم أفطروه مدة لكل مسكين أو وجبة واحدة كافية مشبعة استحبابا لا وجوبا. ويندب إخراج المدد عن مع كل يوم يقضيه أو بعد تمام القضاء، فيخرج جميع ما وجب عليه من أمداد الإطعام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.